لكن هذا الكل جد مين جاء؟ جاء من وضعية سياسية، تراكمات في الوضعية السياسية، أنه اختلافات، تجاذبات، عدم استقرار، وعود زائفة نتاعها باش نخلقوا 94 ألف مواطن شغل، ها باش يجينا الفلوس من برا، ها باش نفرهدوا الأمور، هذا كله ما صارش. دونك العباد أما مودوني قالت لك إلى متى أنا مواصل هكا؟ ونجي ونشوف ونلقاو كل قانون مالية نتاع كل عام معناتها قاعد يضر أكثر من اللي قبل، والمواطن هو اللي قاعد يخلص في الفاتورة نتاع الفشل هذا. الوضعية نتاعنا فين وصلت اليوم؟ اليوم وصلت أنه عندنا معناتها مشاكل جوهرية ومشاكل هيكلية مست بالتوازنات الحياتية لاقتصادنا. معناتها عندنا اتفاق في العجز، هاو أرقام الرسمية عندي مثلا، العجز في الميزان التجاري، العجز الميزان التجاري هذايا باش يوصل في آخر شهر ديسمبر 2013 إلى قرابة 12 مليار دينار، الفرق ما بين الواردات والصادرات. معناتها نورمالمون الصادرات لازمهم يغطيو الواردات، تو دو كوفرتور ولا ضعيف ياسر، والواردات زادوا والصادرات قاعدين معناتها ينمو، معناتها مش في مستوى باهي، معناتها قاعدين يزيدوا لكن المستوى نتاعهم ضعيف في الـ في الـ في, الـ في الارتفاع نتاعهم، وليزامبورتاسيون يزيدوا بصفه مهوله. هذايا العجز في الميزان التجاري وقت اللي ما نزمش يفوت ال 5 6 مليار دينار، اليوم في ال 12 مليار دينار. هذوما ارقام رسميه، نعاود عندنا الميزانيه نتاع الدوله، هذه المعضله الكبيره سي شيح، انه معناتها ميزانيه الدوله نعرفوا انه ديفيسيت بيجيتير لازم يكون ما بين 3 و 4%، معناتها الفرق ما بين النفقات والموارد. قداش ولا اليوم؟ ما بين 8 و 9% باش نكملوا العام في 9%، معناتها ديفيسيت بيجيتير. وقت اللي يجي تجي الحكومه في شهر جانفي 2013 قدام المجلس التاسيسي والرقم اللي تعطيه له هو 5.95، تقول لهم هاو معناتها الديفيسيت باش يكون 5.95، يجي وزير الماليه هو بيدو في شهر سبتمبر ويعلن على عجز نتاع 7.4% ويقول لنا راهو باش نعمل ميزانيه تكميليه خاطر ما كفاتش الفلوس. ومين باش يعملها الميزانيه التكميليه؟ باش يجبد الفلوس اللي تعطاو معناتها لصندوق الضمانات والايداعات اللي هو سي دي سي، هذه اللي تخلق باش يمول المشاريع العموميه والتنميه الجهويه ويحاول يعاون اكل مؤسسات صغرى ومتوسطه. وفلوسه من جايه هالصندوق هذايا؟ جايه من الادخار نتاع التوانسه اللي هو تسمى ليبارني بوبليك، معناتها من اللي جاي اكثريه من فلوس التليكوم، تونيزي تيليكوم كي تباعت قبل الثوره جابت لنا فلوس. اليوم معناتها فما اون موفيز نوفيل، فما نقول لكم خبر سيء للتوانسه وسامحوني على الخبر هذايا، انه ما بقى كان حتى شيء، صفر مليم من فلوس التليكوم، وكلهم تصرفوا. واخر فلوس تصرفت اللي بقاو هما 1.2 مليار، وهذايا باعتراف السيد جمال بالحاج مدير عام السي دي سي، قال راهم الفلوس جبدوهم لي واستعملوهم في الكوفرتور نتاع ديفيسيت بيبليك نتاع سنه 2013. يعني ما مشاوش وين كانوا نورمالمون يلزمهم يمشيو. ما مشاوش للتنميه الجهويه، ما مشاوش للاستثمار العمومي، ما مشاوش للي بي ام او، مشاو بور كوفرير لو ديفيسيت بيبليك معناتها ويكملوا بهم الشهري نتاع اخر العام. باهي. نزيد نقول لك حاجه، انا باش نكملوا في سور لو ميم روجيستر، في 2014 القانون المالي هذا تنحكيو عليه بالتدقيق من بعد. انا نقول لك ملتا، اي نقول لك انه في سنه 2014 باش تصير ميزانيه تكميليه زاد، ماهوش باش يكفي. علاش؟ على خاطر معناتها عملوا مشروع نتاع قانون ماليه، عملوا ميزانيه قرابه 28 مليار دينار، لكن في المقابل ما فماش امكانيات باش تمولها. النفقات زادوا بصفه غريبه، لكن هما شنو التمويلات منين يجيو نتاع الميزانيه؟ يجيو من لي ريسورس انترن اللي يخرجوا من النمو الاقتصادي اللي يصير. النمو الاقتصادي ضعيف، عندنا اون كروسونس مول تيري باغ لا كروسونس مش باغ لانفستيسمون. قداش باش تكون الكروسونس السنه؟ 2.6. هذا تقديرات نتاع البنك العالمي والفمي وحتى تقديراتنا كمختصين في المجال هذايا، ما بين 2.6 2.7 ماكسيموم، معناتها 2.7 2.6%. قداش الحكومه معناتها على تابلي سوغ كومبيان؟ 4.5. شو الديكالاج معناتها ما بين معناتها خدمه ميزانيه على 4.5% نمو جابت 2.6، معناتها ديكالاج كبير ياسر. سنه 2014 دونك معناتها لي فروي دو لا كروسونس ضعاف، مش مكنوك باش تلقى موارد داخليه كافيه. نجيو لروسورس اكستر، في مشروع القانون المالي نتاع سنه 2014 فما رقم مش معناتها خرجني كما يقولوا بالعاميه من سنتي. لونديتمون اكستيريور بريفو قداش؟ قرابه 8 مليار دينار. 8 مليار دينار ناويين باش يجيبوهم من برا باش يمولوا بهم النفقات نتاع 2014. قروض يعني سي معاذ. انا نجي نشوف بالتوازي، نشوف انه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنميه والاتحاد الاوروبي كلهم قال لك اسمع وفيه
التمويل ما دام فماش اصلاحات جوهريه صارت، ما دام فماش خريطه طريق واضحه، ما دام فماش معناتها حكومه قائمه الذات واضحه المعالم في التماشي نتاعها، ما دام رانا مانيش نعطيو حتى تمويل. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى وكاله الترقيم الدوليه اللي هي تحكم في هذا المجال وعندها كلمتها وتتسمى الروبير معناتها مرجع اساسي، كلهم مطيحين الترقيم السيادي نتاع تونس، والكلهم ينصحوا معناتها الممولين الاجانب يقول لهم ما تمولوش البلاد هذيك، راهي عندها نسبه مخاطر عاليه ياسر. موديز راهي اول مره تصير في تاريخ تونس، قعدت تشوف الهيستوريك نتاعها، تطيح في الترقيم السيادي لتونس ثلاث مرات فرد عام، من فيفري الى حد شهر نوفمبر اخر مره ثلاثه تخفيضات معناتها في العام. هذا كله فين ماشيين به؟ وفين مش تجيبوا التمويل الخارجي انت؟